للي بيشرفني بالحضور هنا لاول مره، احنا بقالنا حوالي 3 سنين من اول 2011 من اول 2012 يعني من نهايه 2011 بنعقد اسبوعيا، كنا مؤتمرا او ندوه اسبوعيا هنا. من اللي شرفونا كان الاستاذ عماد والاستاذه سميه، كل يعني عايز اقول في وجوه كثيره انا شايفها كانت بتتابع بعض هذه الاجتماعات على امتداد هذه السنوات الثلاث اللي هي من تقريبا ولا الاربعه من اول ما بدانا. الموضوع اللي كان بيشغلنا هو اللي بيشغل المصريين كلهم، اللي هو امر تاسيس الدوله في مصر، ازاي نستعيد قدره اسلافنا اللي بنوا اول دوله في التاريخ دي، على اننا نعيد النهارده او نستدعي سبل بناء دوله هذا الشعب. ده العنوان اللي كنا بنشتغل تحته في سياقه، ومن خبره الاسلاف كنا شايفين ازاي ايه الطرق اللي نهجوها وعملها. انا فوجئت باستجابه كريمه من الاستاذ عماد الاسبوع الفائت بانه يعني اعمالا لي وتطبيقا للافكار والمحاورات التي دارت، يعني ان زي هما باتجاه مجموعه من المؤسسات على حسبه، اظن ان انتوا بتمثلوا بعضها، ساعيه لانها تنشئ ما يسمونه جبهه لحمايه الاثار والتراث والحرف اليدويه والتراثيه. سيدتي الجميله، طب اللي هي في نص دقيقه يعني هشرح بس الفكره فكره جبهه حمايه الاثار والتراث والحرف اليدويه والتراثيه هي التكامل والتواصل ودواعي وجود الكيانات والجهات والمبادرات والصفحات والافراد المعنيين بالاثار والتراث والحرف التراثيه واليدويه المصريه. تمام؟ تمام. فالكل معني في تحمل المسؤوليه للحفاظ عليها من الاهمال والتعدي والانتهاكات. تمام. وشرفنا الانضمام كل محبي الاثار والتراث الاسلاميه والقبطيه المصريه. ده اللي احنا يعني دي الفكره الاساسيه ان احنا ازاي نتكامل ونتواصل مع بعض في تشكيل جبهه باذن الله ادارتها من المعنيين والمسؤولين. عندنا زي ما الاستاذ محمد بيقول الاداره للرؤيه الافضل. اداره للرؤيه الافضل. فالنهارده ازاي نفعل الجبهه في كيانات في مؤسسات معنيه بده في افراد معنيين بدول. النهارده ناسس منهم واحنا في صدد التاسيس هيئه عليا للجبهه باذن الله. دي الفكره. تمام.